صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول: وعندنا من يقول لا تشددوا في التوحيد ولا تفرقوا كلمة المسلمين، فالأصل في المسلمين التوحيد، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل يدعون إلى التوحيد ويحثون عليه ويبدأون به، وهذا يثبط عن الدعوة إلى التوحيد. هذه طريقة الحزبيين الذين يهتمون بمناهج جماعاتهم وحزبياتهم ولا يهتمون بالتوحيد والعقيدة. هذه طريقة ضلال مخالفة لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، طريقة أهل العلم والسلف الصالح. نعم، فلا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، بل تنكر تستنكر. والناس بحاجة إلى دروس التوحيد وتعليم التوحيد، لأن يقع الخطأ ويقع الجهل ويقع كثير من الأمور، فإذا ترك تعليم التوحيد دب إلى الناس البدع والشركيات والخرافات. نعم.